قال اولاني الزمالك مع الاسماعيلي. كل الكلام كان قبل المباراه عن يا ترى الحاله البدنيه للاسماعيلي كانت هتسعف الاسماعيلي بعد يومين بس من مواجهه الاهلي في الاسكندريه انه يلعب مع الزمالك في الاسماعيليه فيعرف يؤدي بنفس اللياقه البدنيه او بنفس الاصرار اللي كان عليه قدام الزمالك فيفقدوا نقاط. هاي ان الاسماعيلي عمل مباراه جيده لحد ما تراجع المجهود البدني، ولكن يبقى الزمالك هو الاكثر جديه في المباراه وطبعا الاكثر كمان على مستوى القوام على مستوى القائمه. فمع محاولات مستمره من ناحيه اليمين والشمال وتحديدا ناحيه اليمين من حمزه المثلوثي احد اهم لاعبي الزمالك في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، بعد محاولات عرضيه ومع ضغط متقدم في نهايه الشوط الاول من المباراه الزمالك بقى اكثر خطوره، تمهيدا لشوط ثاني كان واضح ان الزمالك هينزل فيه يبقى اكثر جديه واكثر حرصا على حسم المباراه. الشوط الثاني تراجع الاسماعيلي وضغط الزمالك وامام عاشور بيستقبل كره من ناحيه نص الملعب فبيطلق تصويبه تيجي في قدم مروان الصحراوي اللي ما عملش مباراه كويسه، اللاعب اللي قدامنا رقم 5 كان فيها اخطاء دفاعيه في الشوط الاول ولسوء حظه في الشوط الثاني الكره تخبط في مرماه فتحول اتجاهها الى شباك محمد فوزي حارس مرمى الاسماعيلي. الزمالك ضغط بعدها على طول 1-0 مش كفايه، ولنا في مباراه الاهلي السابقه امام الاسماعيلي عبره ان الاسماعيلي ممكن يرجع لنا في اي وقت وما ادراك ما الاسماعيلي في ملعبه تحديدا. فسجل الزمالك هدفا رائعا بدات من الشمال وانطلقت لليمين والمثلوثي يرسل عرضيه كالعاده قويه ممتازه الى راس مواطنه سيف الجزيري فسجل هدفا ثانيا فاز به الزمالك. حاول الاسماعيلي بعد كده لكن بعد فوات الاوان تراجع الزمالك لتهدئه الامور وهدات الامور والنقاط الثلاث في 100 عقبه. تعالوا نستعرض تشكيل الفريقين في المباراه دي اللي اتلعبت في استاد الاسماعيليه ونشوف بعدها ايه اللي هيحصل في او التغييرات اللي اتعملت كمان سواء من كارتيرون او من الكابتن ايهاب جلال. الزمالك بدا النهارده بجنش في حراسه المرمى اخطا خطا لكن كان في تسلل قبلها لكن الكره ما دخلتش الشباك فلم يتم رفع الرايه، كانت الفار كده كده غالبا هيلغيها لكن هو كانت بيحاول انه يبعد الكرات بدون حتى ان يعمل اي لقطات فيها او ان هو يعمل السهل ابعدي انت وخلاص. الونش لعب قدامه هو عبد الغني، عبد الغني انقذ الزمالك من فرصه خطيره في الشوط الثاني وقت ما كان الزمالك متقدم بهدفين. الونش خد انذار بسبب كره في نص ملعب الاسماعيلي عمل فيها تدخل متهور فحصل على انذار هو الثالث ليه في تراكم البطاقات فيغيب عن اللقاء المقبل وبالتالي يظهر محمود علاء في لقاء وادي دجله. حمزه المثلوثي احد افضل لاعبي الزمالك دفاعيا وهجوميا في الماتشات اللي فاتت ومحمد عبد الشافي قائد الزمالك. كانت المفاجاه الوحيده ان عبد الشافي كان قدامه احمد فتوح تعويضا لغياب اشرف بن شرقي فكانت جابها هجوميا مش احسن حاجه بالنسبه للزمالك. طارق حامد لعب قدامه او جنبه امام عاشور وقدامهم اوباما واحمد سيد زيزو والاثنين الاخيرين زيزو اوباما كانوا خطيرين بالنسبه لنقل هجمات الزمالك الى ناحيه منتصف ملعب الاسماعيلي. وسيف الجزيري شارك اساسيا في هجوم الفريق الابيض قبل ما ينزل مكانه في نهايه المباراه مروان حمدي وقبل ما ينزل مكان اوباما شيكابالا وقبل ما تجرى التغييرات بان فتوح مثلا يخرج وينزل مكانه اسلام جابر وامام عاشور يخرج وينزل مكانه محمود عبد العزيز. ونال الزمالك ما اراد واقترب خطوه جديده من اللقب الا اذا فقد نقاط والاهلي نجح في حسمها. الناحيه الثانيه الكابتن ايهاب جلال فكانت تشكيلته كالتالي: محمد فوزي في حراسه المرمى قدامه مروان الصحراوي وباهر المحمدي، حسين السيد ناحيه الشمال ومصطفى الزناري ناحيه اليمين. حسين السيد تعرض لاصابه قويه في الضلع وبناء عليها خرج محمولا على نقاله وبناء عليه كان تغييرا مبكرا زي بالظبط اللي حصل للاسماعيلي قدام الاهلي في اول نص ساعه من اللقاء. محمد عادل لعب هو ومحمود دونجا في نص الملعب، عادل اتنقل ناحيه الشمال بعد خروج حسين السيد واحمد مصطفى كان بيلعب هو وفخر الدين بن يوسف وشكري نجيب وبنسون شلونجو تحديدا كانوا الثلاثي الهجومي بالنسبه للدراويش. شلونجو ضيع انفراد خطير وبعد ما يروغ جنش فشل في انه يعملها بذكاء لفخر الدين بن يوسف اللي تباطأ هو الاخر فلم يسجل الاسماعيلي هدف. كان من الممكن ان يعيد الاسماعيلي نوعا ما للمباراه لانه وقتها كانت النتيجه 2 دون مقابل للفريق الابيض الزملكاوي.